متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. بشكل عام تبقى المملكة تحت تأثيرات بسيطة لامتداد لكتلة هوائية حارة نسبية على المملكة، تكون درجات الحرارة تقريبا شبه ثابتة في هذا الأسبوع وفي أغلب الأيام. نستعرض معكم توقعات الحالة الجوية يوما بيوم بمشيئة الله تعالى، والتي سنبدأها بيوم الأحد. درجة الحرارة العظمى متوقعة كما نلاحظ 32 درجة مئوية في العاصمة عمان وفي إربد، وتصل إلى 35 درجة مئوية في البادية الجنوبية و28 درجة مئوية في جبال الشرع. هذا يعني أن الطقس في بعض الضواحي والمناطق داخل العاصمة وفي باقي المدن يكون حارا نسبيا في ساعات الظهيرة والعصر، بينما يتحول يصبح معتدلا في ساعات الليل. درجة الحرارة 23 درجة مئوية مثلا في العاصمة عمان في ساعات الليل. في ساعات ما بعد الظهر تنشط الرياح بشكل لافت في أغلب ومعظم مناطق المملكة، قد تثير هذه الرياح الغبار في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. في ساعات الليل تكون الرياح نشطة بعض الشيء فوق المرتفعات الجبلية خاصة العالية منها. أما في العقبة فترتفع درجة الحرارة يوم الأحد إلى 40 درجة مئوية والطقس حار تماما، كذلك أمر في الأغوار والبحر الميت والعقبة الأجواء بها حارة. وفي المنطقة الشرقية تكون درجة الحرارة 39 درجة مئوية في ساعات النهار، والطقس أيضا يكون حار بشكل عام. يوم الاثنين لا تغيير كبير أو واضح على الحالة الجوية، تكون درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية وتبقى على ما هي عليه في معظم المناطق عدا المنطقة الجنوبية، تحديدا في العقبة ترتفع إلى 41 درجة مئوية، وفي المنطقة الصحراوية الشرقية ترتفع إلى 40 درجة مئوية. وبالتالي الطقس يكون في عموم المناطق صيفي عادي، لأنه يتحول إلى حار نسبي لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر، بينما يكون الطقس حارا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية الشرقية. يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن لا يحدث تغيير على درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في العقبة والبادية الشرقية، تصل في العقبة مثلا إلى 42 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يتحول يصبح شديد الحرارة بعض الشيء في ساعات الظهيرة والعصر في تلك المناطق. يوم الأربعاء تراجع قليل على درجات الحرارة، تهبط إلى 31 درجة مئوية في العاصمة عمان، تكون أيضا هناك رياح نشطة يومي الثلاثاء والأربعاء، تظهر بعض السحب والغيوم في المنطقة الشمالية مثلا في إربد، ولا تغيير هام على الأجواء ودرجات حرارة في باقي مناطق المملكة. يوم الخميس يتوقع أن يتزايد تأثر المناطق الجنوبية بامتداد هذه الكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي نلحظ أن يوم الخميس هناك ارتفاع درجات حارة مثلا في البادية الجنوبية ومعان تصل إلى 37 درجة مئوية، تبقى الأجواء حارة في العقبة 41 درجة مئوية، مناطق البادية الشرقية تكون 40 درجة مئوية، بينما في المناطق الوسطى والشمالية وجبال الشرع يبقى الطقس صيفي عادي يميل للحرارة بشكل نسبي في ساعات الظهيرة والعصر، تصل في العاصمة عمان إلى 32 درجة مئوية وتكون في إربد 33 درجة مئوية مع أجواء معتدلة في ساعات الليل، وتبقى الرياح نشطة في ساعات ما بعد الظهر والعصر في مناطق عدة من المملكة. نختم هذه النشرة الجوية بيوم الجمعة، المتوقع يحدث المزيد من الارتفاع القليل على درجات الحرارة، تصل في إربد إلى 34 وفي العاصمة 33، وبالتالي الطقس يكون حارا نسبيا في بعض الضواحي في ساعات الظهيرة والعصر، لكنه معتدل ليلا 23 درجة مئوية. في جبال الشرع من 30 إلى 21، 37 إلى 24 في البادية الجنوبية والطقس حار، 42 إلى 31 في العقبة والطقس شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات النهار، وتكون أيضا أجواء شديدة الحرارة في البادية الشرقية العظمى 42 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى ليلا 25 درجة مئوية. إذا هذه هي ملخص توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.